بالنسبه لحكايه المخدرات سويون داكور، مانيش قاعدين نحكيو على ناس تستهلك وتدخل الحبس، قاعدين على نحكيو على ناس البوليسيه قالوا عليهم يستهلك. بيرسونيلمون قانون المخدرات في ذات نفسه ما يعنينيش، تعنيني حاجه واحده برك، محامي لحظه الايقاف مش يضمن حق الدفاع من اللحظه الاولى. هذا مازال ما عندناش مكتوبه في الدستور، اما مازال ما فهمش الميكانيزم نتاع التطبيق والميكانيزم نتاع التفعيل، والتو مازلنا في المراكز اللي يقول حاجتي محامي وقت اللي توقف التو مازال ياكل فطريح. يبدلوا القانون ما يبدلوهش، سان شونج با لو فيت انه القانون باش يحتوي على جرائم، وانه جرائم هذه باش تحرر في محاضر، وانه المحاضر هذه تحررها الضابطه العدليه اللي هما بوليسي ويتم اعتمادها كدليل. بالنسبه لي انا اعمل اكبر اصلاح في العالم، بطبيعه التجاره باش تقعد مجرمه هكا ولا نفس اللي كان يوقف فيه الحاكم البارح على الاستهلاك باش يوقفوا غدوه على الحق. اون شونج لا با. دونك ما فماش حاجه تضمن حق الدفاع على المواطن من اللحظه الاولى نتاع الايقاف. دونك هذا كل عبذر. ان شاء الله ديسي كيلكو زوغ نسمعوا اخبار باهي على عدنان مدب وامين مبروك اللي هما تشدوا في حظر التجول 9 و15 دقيقه، كانوا مروحين من جي سي سي هما يخدموا فيها. لكن انا ما نشكرش بالحق الهيئه نتاع جي سي سي اللي فريمون ما كانتش موجوده جمله، وبالرغم اللي برشا من لي زونسيان تاع الاف تي سي موجودين فيها. عدنان قعد 3 جمعات ولا اكثر في بيت فيها 130 عبد فمش بلاصه ساك، بعد دوسي ميديكال والرابطه وكل شيء نقلناها في بيت فيها 30 عبد. إلا يود لا شونس، شونس كو بلوزيور نون با او. سكو جو فودغي اللي العباد تعاون فريمون عائلات السجناء الكل، 52 ولا غير 52، دونك عندنا القانون 153 اللي القاضي يرجع بالنظر للبحث نتاع البوليس وما يرجعش بالنظر للقوانين، واللي عندنا دستور في حرمه جسديه الوغ كو القوانين مخالفه تماما، والقانون اللي يحبوا يمروه اتعس من القانون اللي كان برا حظر تجول. سي تو ني با كيما معناتها سي تو ني با تيروريست انت زطال، قالها انا فوكا ونشكروا على الكلمه، قالها فازي شدونا على بريكي خاطر شبه تستهلك. الدوله ما تقومش بواجبها في التشغيل وفي الاحاطه بالجونيس وفي لي سونتر دو ديزانتوكسيكاسيون، ومن بعد المي توت لا جونيس بريزون عليه، اسو بوان جونيس تخوف. احنا في صرح شرطي، اي بوليس يقول لك عندك فوق ورقه فوق بريكي، معناها وكها. ان شاء الله المظلمه اللي صارت على عدنان وعلى امين ما حكيتش عليهم برشا، خاطر حاجه تصير على الجونيس الكل، ان شاء الله الشباب الكل يكون حر في مخه وفي بدنه وفي سيركيلاسيون نتاعو في البلاد هذه، البلاد هذه نتاعنا والقضيه قضيتنا، يحبوا ولا يكرهوا البلاد بلادنا.